ظل هالأجواء الفانتاستيكية أكيد يبي لها نزل الطباق ونزلته. شوفوا الجو، شوفوا بعدين في البيت انتوا شو تسوون من صدقكم؟ هيو انبسطوا شوفوا الدنيا. يا لطيف يا سلام، شوف يا حظك عندك خالة تطلعك وتوديك البحر وتجيبك هالأجواء الفانتاستيكية. قب ما ذليتها وطلعتها من عينه عوضتها شوي بالحنية. ما هو الشيء الذي مهما تعبيه بترول ما يشبع؟ طرادي. يلا الحين بروح اعبي الطراد بترول. مساعدة البحار الصغير، اول نحط زيت مكوين تو ستروك. يا بتحسب 20 دينار وللحين ما عبى للنص. شوفت عينكم، كان خط واحد وصار للنص. كم؟ 30 دينار. يلا ما يخالف، اهم شيء نستانس، البيزا تروح وتي عاد اللولا. السلام. رجاء ما حد يطلع فيها، الفيديو قبل رمضان. انا وجهها البس ابيضها، شو الشاي؟ كت علي كامل من فوق لتحت. هذه اللي ما حد ياكله انا اموت عليه. ما حد ولا شيء من الغير.